السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن لله وإنا إليه راجعون. وقع حادث مرور مميت عصر اليوم بالطريق الولائي رقم 140 بأولاد قاسم ببلدية قلال دائرة عين والمان. تمثل الحادث في صدام بين سيارتين سياحيتين من نوع رونو كليو وبيجو 206. أسفر الحادث للأسف عن وفاة شاب يبلغ من العمر 20 سنة وإصابة 3 أشخاص آخرين تبلغ أعمارهم بين 23 سنة و 53 و 60 سنة بجروح متفاوتة الخطورة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى عين والمان، كما تم تحويل الضحية لمصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى. نقول إن لله وإن إليه راجعون. ربي صبر ذويه رب العالمين، يجعله من الأهل الجنة وفي الفردوس الأعلى، ورب شافي المصابين يا رب العالمين. دايما نقول لكم لسلامتكم سوقوا بحذر مع تخفيض السرعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.